وسنكمل مع الفكرة. فإذا الفكرات الأفكار الرئيسية هي أن قالب المكونات يمكننا أن ننشئ تمبلتس هنا للصفحة الرئيسية، للصفحة، للمنشور. يمكننا أن وبداية طبعا يجب أن يكون لدينا ملف style.css، وهذا ملف أساسي لكل القوالب، وأيضا ملف theme.json الذي شرحنا أيضا عنه، وأيضا هنالك شيء اسمه parts أيضا شرحنا عنه، أجزاء الموقع التي يمكن أن تكون الهيدر أو الفوتر أو أي أجزاء أخرى، sidebar مثلا يمكن، أو يعني شريط جانبي يمكن أن يضعها هنا. فإذا لو كتبت أنا tree مثلا لأرى كل ملفات الموقع أو القالب، سنجد بالبارتس لدي هيدرز، هيدر أيضا يمكن أن يكون لدي فوتر يمكن أن أنشئه الآن. الستايل هذا ملف أساسي. لدينا تمبلت وهي الصفحات المختلفة للموقع. هذا موقعي، هذه الصفحة مثلا اسمها إندكس، هذه الصفحة أساسية، أو هذا القالب قالب الإندكس هو قالب أساسي. البيج هي التي هي صفحة الصفحة الاختبارية، أو مثلا مثل الصفحة الاختبارية أو مثلا تيست، هذه اسمها بيج أو صفحة. والسنجل هو عبارة عن المنشورات، يعني لو ذهبنا للرئيسية مجددا فلاحظ ودينا هنا عنوان مقالة، طبعا علي أن أقوم بجعل عنوان المقالة عبارة عن is link true هنا حتى تظهر، لكن عندما أنا أذهب لهذه المقالة، صفحة المقالة بنفسها هي صفحة السنجل، سنغير هذا اليوم، وأيضا الملف theme.json. طبعا هذا ملف test.html ليس من القالب، وضعناه هكذا كاختبار، لكن ملف theme.json فقط يعني أريكم إياه، أنتم تعرفونه يفترض. فهذا هو الملف، نحن اتفقنا أن أي ملف .json يمرر معلومات، theme.json يمرر معلومات للستايل، فأي شيء له علاقة بالستايل موجود بـ theme.json. فيعني مراجعة بسيطة أن theme.json هو الهدف منه هو توحيد نسق الموقع، وأن يكون هنالك ملف يمكن من خلاله أن أقوم بتعديل كل شيء بالموقع أو إعطاء لمحة عامة عن الأشياء. يعني مثلا لدينا هذه الصفحات، صفحة التالية وواحد اثنان ثلاثة أربعة. طبعا هذا المكون اسمه pagination، query pagination، هذا يمكن أن يظهر في أكثر من مكان ليس فقط هنا، جيد. فأنا مثلا أريد هذا المكون أن يكون له نظرة معينة أو شكل معين موحد في كل الموقع، فهذا الستايل يمكن أن أضيفه مباشرة هنا بtheme.json. فووردبريس بقالب المكونات يريد منا أن نتوجه نحو استخدام theme.json قدر الإمكان، حتى لو لم يكن theme.json يدعم كل شيء، فهو يطلب مننا أن نحاول أن نستخدم theme.json 100%، لأن هذا الشيء في مسار تطوري، بمعنى أن الآن يمكن أن نستخدم، إذا وجدت حل لمشكلتك الخاصة بالستايل بعيد عن theme.json، وأنت يمكنك أن تستخدم theme.json مع التحديثات القادمة، سيكون لديك مشكلة أن تعيد الأشياء التي كتبتها بدون theme.json وتعيدها لtheme.json. فمن الأفضل أن نبقى مع standard WordPress كيف يقول لنا، أن يعني الخطوات التي يخبرنا عنها نتبعها نفسها، لأنه هو أدرى وأفهم بالكود الخاص به. فإذا نبدأ بدرس اليوم، والشيء الأول الذي أريد أن أقوم به اليوم هو أن نضيف لهذه المقالات، نضيف لها الرابط. هنا يجب أن يكون هناك رابط حتى نذهب للمقالة، صحيح؟ وهنالك خاصية ببوست تايتل، أن شيء اسمه is link true، بمعنى آخر أن هذا سيكون true. دعوني أذهب لأين تتوقعون أن هذا ستكون. هذا ستكون بالindex.html بوردبريس كويري. فإذا ذهبت إليها، ذهبت إلى template.index.html، وستكون هي بالبوست تايتل، صحيح؟ لأن اسم هذا المكون البوست تايتل. فإذن هذا is link true موجودة فعليا، لكن لم يتم تطبيقها. لماذا؟ فإذن الآن نحن في مشكلة أخرى. طيب الآن أنا في هذه المشكلة، is link true مكتوب true لكن فعليا ليس true، هي فعليا لا يوجد link هنا. ف
بداية الطريقة الأولى ماذا أفعل؟ أن أقوم بقرأ ال HTML، هل هنالك لينك بال HTML؟ فإذا هذه هي، لا يوجد لينك على ما يبدو، لا يوجد لينك، هي فقط H2، فإذا هذه H2. فكيف أفكر بها؟ بكل بساطة سنذهب لتحرير الموقع لنرى هل هنالك تخصيصات معينة، ونرى ما هي المشكلة فعليا، لماذا is link true لكنها لا تعمل. لاحظوا هنالك تخصيصات، فعليا هنالك تخصيصات، وبالتالي القالب لا يأخذ الكود من هنا. أنا كتبت is link true هنا صحيح، لكن لم يأخذها، فهو أخذ التخصيصات، وبالتخصيصات يبدو إذا قمت بالنقر هنا لاحظوا هذه غير مفعلة. فأنا أريد العودة للتخصيص للملف القالب، فبالتالي هنا سأكتب أن مسح التخصيصات وحفظ. ضروري جدا منك أن تعرف هذه الخطوات أو أن تتعامل معها. فمثلا الآن لو ذهبت إلى عنوان مقالة، الآن سأذهب لهذه الصفحة التي هي السنجل، هذه هي صفحة السنجل أو سنجل أو صفحة مقالة الأحادية. مرة أخرى إذا أردت أن أعرف من أين جاء هذا الشيء، هذه العنوان مقالة، مرحبا بكم، هذا المحتوى من أين جاء؟ فبكل بساطة أقوم بالنقر على تحرير الموقع، ليس تحرير المقالة، تحرير الموقع. فنذهب لتحرير الموقع لنرى من أين جاء. لاحظوا جاء من سينجل بوست، سينجل بوست هو نفسه ملف التمبلت الذي هو اسمه سينجل. فإذا ذهبت إلى تمبلت عفوا سينجل، فسأجد مكتوب هنا التمبلت بارت هيدر، لأن ظهر لدي الهيدر، البوست تايتل والبوست كونتنت، هذا الشيء موجود هنا. طبعا إذا قمت أنا بنقر على القلم للتحرير، لاحظوا لا يوجد هنا نقاط، هنا لا يوجد نقاط. الدليل أن في صفحة المقالة الأحادية هو يأخذ المعلومات من أين، من الملف، لا يوجد تخصيصات هنا. لو أنا كتبت مثلا أي تخصيص الآن مثلا وقمت بحفظه، ستظهر لي نقاط هنا تدل أن الآن أنت تأخذين أو يتم عرض محتوى المحرر هنا الذي تم على الموقع بشكل ليس من خلال الكود، لكن هنا من خلال المحرر بشكل مباشر. بمعنى آخر تعديلات موجودة الآن هنا يتم أخذها من قاعدة البيانات ولا يتم أخذها من الملف. أريد التأكيد على هذه النقطة بالآن. فبالتالي هنا مثلا أنا سأقوم بإضافة شيء جديد هنا بهذه صفحة المقالة الأحادية، فمثلا سأضيف مثلا جدول، هل هنالك جدول؟ دعونا نضيف جدول. فإذا يقول لك كم عدد الأعمدة والصفوف، سأختار 2 × 2، وهنا يمكن أن أضيف جدول. فإذا هنا سأكتب مثلا اسم الطالب مثلا، لا نصبح لدي جدول، وهنا الدرجة مثلا، واسمه علي مثلا، والدرجة 90 مثلا، جيد؟ إذا الآن لو قمت أنا بالحفظ وعدت إلى هنا سأجد أن ظهر لي جدول هنا. إذا قمت بإنسبكت إليمنت لأرى ما هذا الجدول، فإذا لاحظوا هذا الجدول أين هو؟ هذا هو الجدول. هذا الجدول لاحظوا اسمه يأخذ فيجر، وبداخل الفيجر تيبل، وهو الكلاس الخاص به ووردبريس بلوك تيبل. فبالتالي أنا أتوقع أن هنا عندما أقوم برؤية الشفرة أتوقع أن أرى التيبل، جيد، وبداخل التيبل يوجد تيبل إلى آخره. نحن اعتدنا على هذه المواضيع، لكن الفكرة التي أردنا أن نوضحها هنا هي التالي، هو أن مجرد أنني أضفت تعديلات هنا فسيصبح لدي هنا 3 نقاط تقول مسح التخصيصات. فهذه 3 نقاط دليل أن المحتوى الموجود هنا يتم أخذه من المحرر، النسخة التي تم تحريرها من هنا، يعني يساوي قاعدة البيانات، يعني يساوي لا يتم أخذه من هذا الملف. والدليل لذلك مثلا هنا لو أضفت هنا مثلا أي شيء هكذا، كلام هكذا، وأعدت إلى هنا وقم بالتحديث، لن يتم عرضه. لماذا؟ لأن التعديلات التي تكون في قاعة البيانات أو في محرر مباشرة لها أولوية على التعديلات الموجودة بالملف. فإذا الآن أنت إذا قمت بالتعديل على هذا الملف ونظرت للشاشة هنا ولم ترى تعديلك،
فماذا عليك أن تفكر؟ مباشرة عليك أن تفكر أنني أنا إذا قمت بالنقر على تحرير الموقع، دعوني أعيد العملية، سأقوم بالنقر على تحرير الموقع مجددا، أقوم بالنقر على القلم وأنتظر تحميل الصفحة. جيد؟ إذا وجدت هنا قم بالنقر على نموذج، هذه لا تظهر، ستكون من هنا في الآلة. إذا قمت بالنقر على هذا نموذج وجدت 3 نقاط، فورا أنا فهمت المشكلة أو فهمت من أين يتم تحميل المحتوى. يتم تحميل المحتوى من هنا. فإذا مرة أخرى أردت أن أمسح التعديلات هذه وأعود لتعديلات ملفاتي، فبكل بساطة سأقوم بالنقر على مسح التخصيصات وحفظ وحفظ. طبعا أنا أعرف أنني شرحت هذا الموضوع ربما سابقا، وربما هذا يكون فيه نوع من الإعادة، وبالإعادة الإفادة صحيح، لكن هذه النقطة جدا مهمة، لأن الآن هذا المحرر شيء جديد، وعندما تتعامل معه ستغير هنا وتغير هناك، وستجد الأمور لا تظهر فجأة. فعليك أن تكون على دراية بأولوية التنفيذ، وأن من أين تأتي الأمور. أنا أعتقد هذا الشيء مهم جدا بالنسبة للمتعلم، بالرغم أن الكثير من المدرسين لأي موضوع وليس هذا فقط يركزون على الأساسيات دون فهم فعليا أو شرح أو توضيح من أين تأتي هذه الأساسيات. فأنا بنظري أن أنت من حقك أن تعرف هذه الأشياء، أن تعرف أولوية التنفيذ، أن تعرف كيف يتم عرض كود لـHTML، من أين، كيف تظهر هذا، كيف يتم تنفيذ هذا. أنت من حقك أن تعرف، سواء كنت مبتدأ أو غير مبتدأ، هذه معلومات يجب أن تعرفها. فالآن المفاجأة، أو ليس المفاجأة، يفترض فعليا أن يظهر هذا الشيء من أين جاء من الملف. فدعوني أمسح هذا. جيد، فإذا الآن لابد أن نقوم بإنشاء فتر للموقع. فإذا أصبح لدينا هيدر، والآن حان وقت الفتر. فالفتر عادة كيف ننشئ الفتر؟ فإذا بكل بساطة هو التالي، هو أن لدينا هنا بملفاتنا بارت. جيد، نحن قمنا بإنشاء الهيدر، الآن نريد إنشاء الفتر. فبكل بساطة تكتب تنشئ الفتر فقط لا غير، هكذا، وتكتب هنا أي شيء. مثلا تكتب this is footer. طبعا يجب أن يكون هنا كود الفوتر، لكن نبدأ من هذه البداية. هذا ملف HTML، يعني يمكنك أن تكتب فيه HTML بالدرجة، يعني ممكن أن تكتب فيه HTML، وأيضا يمكن أن تكتب فيه Gutenberg أو WordPress tags التي اعتدنا على استخدامها. طيب الآن أصبح لدي هذا الفوتر، الآن أريد إضافة الفوتر للindex وللسنجل وللبيج. فبكل بساطة أذهب لي إندكس هنا، ولاحظوا لدينا هنا في الأعلى WordPress template part slug header. slug header يعني اسم الملف header وموجود بالبارت. الآن أنا لو ذهبت هنا هكذا وكتبت WordPress template part slug footer، فيفترض أن يظهر لدي الآن بالصفحة الرئيسية. عفوا، فإذا هذا هو الفوتر، لقد تم حذف أو أنه غير متاح الفوتر. لماذا؟ إذا مرة أخرى نرى ما هي المشكلة. قمنا بإضافة الهيدر هنا، قمنا بإضافة الفوتر، لماذا هو غير متاح؟ مرة أخرى نرى البارتس، أنا لم أحفظه، معقول؟ سأقوم بإنتاجه مجددا. لاحظوا، لكن هذه فكرة، يعني فكرة أن عندما لا يكون هنالك البارت أو الجزء الذي قمت بتضمينه، سيقول لك لقد تم حذف جزء من القالب أو أنه غير متاح. إذا مرة أخرى سأكتب this is footer، ولا أعرف لماذا لم يتم الحفظ بالمرة الأولى، لكن نفترض الآن أن تنجح العملية. فإذا بالفعل this is footer، ها هي. طيب طبعا إذا كانت لا تظهر لك، لأن ها هي بالأدنى هكذا، ها هي تظهر، الآن تظهر، لاحظتم this is a footer. طيب الآن أريد إضافتها للصفحات، وأيضا لصفحة المقالة الأحادية. فمرة أخرى إذا ذهبنا إلى التمبلتس إندكس، ومرة أخرى أريكم هكذا تمت إضافتها. الآن مرة أخرى سأذهب إلى تمبلت بيج، وأقوم بالنهاية بكتابة هنا فوتر. ذهبت إلى الصفحة اختبارية مثلا، سيظهر لي فوتر، ممتاز. وإذا ذهبت إلى السنجل، عفوا ليس هذا، هكذا، وأيضا وضعت هنا فوتر، وذهبت لصفحة عنوان المقالة، ها هي. فأنا بالفعل أضفت الفوتر لكل
أضفت الفوتر لكل الصفحات التي لدي أو التمبلت التي لدي. الآن أريد التعديل على هذا الفوتر، فإذا يمكن أن أعدل عليه مباشرة. لاحظوا هنا دي الإندكس، إذا قمت أنا الآن بالتحديث بهذا الشكل وذهبت إلى الأدنى هنا، هذا هو الفوتر. فإذا هذا الفوتر لاحظوا يظهر كيف هذه الإشارة، هذا يعني أنه جزء من القالب. ومرة أخرى لاحظوا هنا إذا قمت بالنقر على هذا، يوجد لدي المناطق التي هي إما أن تكون هيدر أو فوتر، أو يعني إذا كان لديك بارت أخرى موجودة بهذا التمبلت، أنا سأختار الفوتر من هنا. والآن سأقوم بتعديل الفوتر. فإذا هذا هو الفوتر، ومكانه جاء من أين؟ جاء من البارت الموجودة بالقالب، فإذا هذا هو مكانه. فإذا الآن إذا أردت أن أرى ماذا لدي، لدي HTML مخصص، سأقوم بحذفه. جيد، فإذا الآن سأبدأ بإنشاء هذا الفوتر. فإذا بكل بساطة سأقوم لدي هنا فقرة يمكن أن أقوم بتجميعها. إذا الآن أصبحت هذه الفقرة مجمعة، يمكن سأبقيها هكذا أنها هي عبارة عن فقرة، عن مجموعة. بداخل المجموعة لدينا هنا، فمثلا يمكن أن نكتب بهذا الفوتر بهذا الشكل: كل الحقوق مثلا محفوظة للموقع الاختباري مثلا. يمكن هذه المجموعة كون لدينا الآن مجموعة، فيمكن أن أعطيها لون مثلا، أن أعطيها مثلا لون داكن مثلا، مثلا أزرق، الأزرق ليس داكن يعني أسود مثلا. وأيضا هنا نعطي نص، النص يكون أبيض حتى تظهر. ممتاز. إذا أردت توسيط هذا فيمكن أن أوسطها محاذاة للوسط، إذا الآن هي محاذاة للوسط. لاحظوا يحتاج بعض من الهوامش الداخلية لنرى إذا كانت المجموعة تؤمنها لنا. فإذا هنا لدينا أبعاد، هل لدينا أبعاد؟ نعم لدينا أبعاد، هوامش داخلية. فيمكن أن نضع الهامش الداخلي، ماذا نضع مثلا؟ فوق تحت مثلا. يمكن أن نستخدم الستبس التي أنشأناها بوقت سابق، أو ندخل قيمة مميزة هنا. فدخلت هذا، جيدة. أما بالنسبة على الجوانب فيمكن أن نختار شيء كهذا، أو هكذا وهكذا. فإذا أعتقد هذا جيد. فإذا دعونا نرى النتيجة. فإذا هذا هو الفوتر، لاحظوا قم بإنشائه. ماذا نكتب فيه أيضا؟ أعتقد شكله جيد الفوتر. يمكن أن أحدد مارجن الأسفل أن يكون زيرو، لا أعرف إذا كان هذا سيساعدنا على وضع لا لن يساعدنا هذا الموضوع، لكن بعد إضافة المحتوى سيتم سحب هذا الفوتر للأسفل. فإذا لن أفكر بهذا الموضوع الآن. فإذا الآن سأقوم أريد ريست لهذا بهذا الشكل، أو الريست تكون لكل شيء للأسف يعني، فعلي أن أقوم بريست كل شيء إذا أردت أن أمسح قيم معينة. فسأعيد الهوامش الداخلية هكذا وهذا. ممتاز. الآن هذا الفوتر لاحظوا هذا كل الحقوق محفوظة، لكن أحيانا بالفوتر لاحظوا يكون هنالك وجات. بالقوالب القديمة كان اسمها وجات، لكن الآن فعليا هي أيضا بقي اسمها وجهات، لكن لا يتم تعديلها من مكان الوجهات. يمكن أن نقوم بإنشائها هنا من خلال هذا القالب. كيف ذلك؟ دعونا ننشأ وجهات. فسأقوم بإنشاء شيء فوق هذه المجموعة، لأن كل حقوق يجب أن تكون في نهاية الموقع. فسأقوم بإنشاء add before يعني أضافة قبل، وسأجمع هذا أيضا الفقرة. طبعا الآن أصبح لدي مجموعة. لاحظوا حتى لا أضيع، يمكن هذه المجموعة الحقوق محفوظة يمكن أن أسميها. فإذا أعطيها اسم مثلا copy، عفوا أنا أكتب العربية copy right section مثلا، وهذا سأسميها، هذا نسميها footer widgets بالجمع هكذا حتى تصبح الأمور أوضح بالنسبة لنا. طبعا هذه footer widgets يمكن أن أحولها لأعمدة، أو أتركها، أو أقوم بإدخال بداخلها أعمدة. دعونا هذه الفقرة هنا مرة أخرى، يمكن أن أجمعها. جيد. وهنا عفوا أتمنى أنني لم أقوم بشيء خاطئ، نعم صحيح، هذه المجموعة يمكن أن أغيرها من هنا حتى تكون أعمدة. فإذا تحويل لأعمدة، لاحظوا فأنا أقوم أنقر على المجموعة وأقول أعمدة.
فإذا الآن أصبح لدي أعمدة، كم عمود أحتاج مثلا؟ كم ويدجت أنت تريد؟ كم عمود ويدجت؟ 4 مثلا؟ 4، دعونا نقول 4، فإذا هنا هذه 4. طبعا لاحظوا أن هذه الأربعة كيف تم تكديسها على الجوال، هذا الشيء الذي نحتاجه فعليا حتى تكون responsive على الهواتف. والفكرة هنا لماذا تظهر بهذا الشكل مرة أخرى؟ لأنني أنا already ليس لدي مساحة، لكن يفترض أن تظهر هكذا، لاحظوا؟ جيد؟ فإذا نعد لموضوعنا، فإذا الآن لي العمود، طبعاً هذا العمود بداخله مجموعة، لا أريد أنا بهذا الشكل، فإذا أنا سأقوم بحذف هذه المجموعة من هنا، من هذا العمود، هذه الأعمدة كلها سأقوم بتجميعها بمجموعة، وهنا لدينا أعمدة، لاحظوا؟ الأولى هذه الفوتر ويدجت الأولى، كلها سأقوم بإعطائها خلفية مثلا أزرق رمادي، طبعا ليس موضوع فني الآن لكن هو طرح الفكرة يعني. ما رأيكم مثلا تدرج؟ هنالك تدرج، دعونا نجرب التدرج. فمثلا التدرج مثلا هذا اللون، جميل هذا اللون، جيد. فإذا هذه الويدجت كلها لوناها، الآن المجموعة بداخلها التي فيها الأعمدة يمكن أن نعطيها جزء من البادين، فنعطيها مثلا هكذا بادينج على الجوانب حتى لا تلتصق الأعمدة بها. فإذا هذا العمود يمكن بداخله أن أقوم بإضافة عنوان، عنوان الويدجت، عنوان الويدجت، عنوانها عنوان الويدجت يعني يفضل أن يكون H4، أنا أعتقد H4 هو العنوان الأنسب يعني. وسنكتب عنوان هذه الويدجت مثلا معلومات، معلومة حول الموقع، حول الموقع، دعوني أخذها من موقعي أسهل. إذا هذا حول الموقع، دعونا نعيد إنشاء هذا في موقعي، نعيد إنشاءها هنا بشكل يعني تقريبي. فأدنى حول الموقع add after فقرة سنضيف فيها هنا هذا الشيء، النص هنا. طبعا هذا النص يمكن أن أغير أنا حجم الخط من هنا، لاحظوا أنا حددته من هنا، وهنا سأغير حجم الخط مثلا small medium small، جيد. طيب الآن يمكن أن أحذف هذه الأعمدة، على فكرة أن أحذفها بهذا الشكل، إذا الآن حذفتها وسأكرر هذا العمود تكرار، فبالتالي كررته أنا، لاحظوا نفس الشيء حول الموقع وكذا. طبعا الويدجت الأخيرة لدي هي التواصل، هنا سأكتب التواصل، وهنا سأقوم بنسخ هذا، طبعا لا يمكنني نسخ إيميلي هنا، وهذا لسبب لأنني أنا لم أكتبه سأكتب الإيميل هنا، ميل. طبعا أنا لم أكتب إيميلي هنا بكتابة، أعتقد كتبته بالCSS. وهذه هي طريقة على فكرة من أجل أن لا يتم، لاحظوا هذا هي السبان، البريد الإلكتروني، لاحظوا لا يوجد شيء، لكن هي مكتوبة هنا بطريقة CSS، فأنا بالCSS كتبت إيميلي. والسبب لهذا الموضوع هو أن هنالك كما تعرفون بوتات آلية تقوم بمسح المواقع، ترى مثلا ما هي الإيميلات الموجودة، وثم تقوم بسبام لهذه الإيميلات. للأسف أنا يعني الإيميل السابق كان ضحية السبام، إيميلات كثيرة، فهذه المرة قمت بحل هذه المشكلة بهذه الطريقة. الحل الثاني هو أن تضع صورة للإيميل الخاص بك، فأنا أحببت أن أعطيك هذه المعلومة. إذا هذه هي، فإذا دعونا نقوم بالحفظ ونرى النتيجة. إذا لاحظوا النتيجة، حول الموقع ها هو، والتواصل. فأنا قمت ببناء هنا ويدجات، لكن هنالك ويدجات أخرى التي هي هذا وهذا، الآن سنبنيها أيضا بشكل بسيط، طبعا بشكل مقارب لها، ليس بشكل يعني مماثل، بشكل قريب. فسأقوم بإنشاء عمود آخر هنا، فإذا تكرار، إذا هذا العمود الثاني، العمود الثاني اسمه موضوعات الرئيسية. هذه الموضوعات الرئيسية لاحظوا فيها موضوعات الموقع، يمكن أن أعتبرها الكاتيجوريز أو التصنيفات، فهنا سأكتب add after وسأختار من هنا قائمة التصنيفات هذا، فإذا ستظهر بهذا الشكل. والآن سنقوم بحذف الفقرة لأن لا نحتاج فقرة هنا. طبعا هذه قائمة التصنيفات فورا ذهب إليها، هذه قائمة التصنيفات لها إعدادات من هنا، لاحظوا هي محددة من هنا، لها إعدادات هنا. الإعدادات عدد قائمة منسدلة بهذا الشكل، لا عدد المقالات يعني معها
إظهار التصنيفات ذات مستوى عالي، إظهار التصنيفات الفارغة، لا يوجد لدي تصنيف فارغ على ما يبدو، وعرض الترتيب الهرمي، هذا في حالة كانت التصنيفات يعني هنالك تصنيف رئيسي ثم تصنيف فرعي أدناه، فإذا عرض التصنيفات بشكل هرمي لا داعي، يعني كل هذه شيء جيد، هذه رائع جدا. فإذا الآن لو قمت أنا بالحفظ ومرة أخرى، لاحظوا هذه هي الموضوعات الرئيسية. فإذا الآن للقسم روابط مفيدة، فمرة أخرى سأقوم بتكرار هذا، وبدل الموضوعات الرئيسية سنكتب روابط مفيدة، لا نريد قائمة التصنيفات، حذف، سنضيف شيء آخر، فإذا add after، أضف بعد، الشيء الذي سنضيفه هنا هو التنقل، سنضيف قائمة، هذا جيد، لكن هذه القائمة لا نريد طبعا القائمة الرئيسية نفسها، فنريد إنشاء قائمة جديدة، فيمكن أن ننشئ قائمة جديدة هنا وسنسميها، أين يمكن أن نسميها؟ لاحظوا يمكن أن أسميها من هنا، سأسميها قائمة الفوتر روابط مفيدة، وأعد إلى هنا وسأضيف روابط مثلا، سأضيف رابط مخصص مثلا، ما هو الرابط؟ سأضيف هاش وفقط. فإذا الآن هذا الرابط لاحظوا يمكن أن أسميه، طبعا هذا هو الرابط وهذه هي التسمية، مثلا موقع الويكي، مثلا الويكي، فإذا هذا هو، يمكن أن أكرر هذا الرابط المخصص، تكرار وأيضا تكرار وأيضا تكرار لإضافة أكثر من رابط. فإذا الآن هذا موقع الويكي الأول، هذا مثلا يمكن أن نسميه موقع المعلومات العامة، مثلا هذا مثلا موقع وزارة التربية، مثلا هذا مثلا موقع الخاص مثلا، وفقط سأقوم بالحفظ لنرى كيف يبدو ذلك. فإذا ها هي، فإذا هذا هو موقع الويكي، سيذهب للويكي موقع وهكذا. فإذا هذه هي، أنا قم بإنشاء هذه الأمور. طبعا أنت ربما تفكر طيب ما هذا الستايل، يعني أنا لا يعجبني، أحتاج شيء آخر. طبعا هذا الشيء ممكن، بالتأكيد نحن اتفقنا أن الستايل هو في النهاية، وهو ممكن، هو شيء ممكن أن تظهر الأمور بشكل جيد، لكن الأساس الآن هو تعلم كيفية إظهار المحتوى الـ HTML، يعني هذا بالـ HTML موجود هنا الآن سنرى. أريد أيضا أن أرى كيفية أن هذه الكولومز سيتم تكديسها على الجوال، ماذا يعني ذلك؟ فإذا سنرى بهذا الشكل. فإذا الآن سأذهب لجالكسي مثلا، كيف سيظهر هذا على جالكسي؟ لاحظ ظهر بهذا الشكل، لاحظوا الروابط المفيدة ظهرت كقائمة بهذا الشكل، أنا لا أريدها بهذا الشكل. فبكل بساطة هذه التنقل، هذه القائمة التنقل، طبعا لاحظوا هنالك إعدادات لها هنا، أنا سأقول أن قائمة الغشاء off، حتى دائما تكون هذا بشكل تظهر ليس بقائمة الجوال يعني، أو قائمة الغشاء كما يسميها، وأريد عرض الاتجاه هكذا للأسفل، يعني vertical، نعم، وليس horizontal. وهنا يمكن أن تختار هل تريدها أن تظهر بالمنتصف وهذه الأمور، جيد، وهنا يمكن أن تختار لون النص ولون خلفية هذه الأمور. فإذا نحن نريد مثلا لون النص أن يكون أسود، صحيح، هكذا جيد، والخطوط وهذه الأمور، الأمور الأخرى يعني. بخصوص موضوع قائمة التصنيفات، نحن شرحنا القوائم الخاصة بها، أعتقد هذا كله. إذا الآن لو عدنا للموقع، لاحظوا ستظهر هذا، جيد، فإذا ممتاز. أيضا بخصوص مثلا الموقع الخاص بي، مثلا الموقع الخاص بي هذا هو رابطه، فدعوني أخذ الرابط من هنا وأذهب للرابط الموقع الخاص بي. الآن وضعت الرابط، يمكن أن أضيف وصف، لا مشكلة. يمكن، أين هو؟ من هنا ربما، ليس من هنا، إذا من أين؟ إذا هذا هو الرابط، مرة أخرى هذه هي معلومات الرابط، نعم من هنا، يمكن أن تقول فتح بعلامة تبويب جديدة، إذا ها هي. إذا الآن حفظ، فإذا مرة أخرى الآن سنذهب للموقع الخاص بي ونذهب إلى الموقع الخاص. الآن سأذهب للصفحة، فقط أردت أن أريكم كيفية أن الأمور فعليا تعمل.